بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان وكي سغاشن يسديدات كمذا من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين كتاب اللباس باينوس السعودي. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أبو هريرة وحيري بينما رجل يصلي حلو ننت كان يي مصبل إزاره أسقه وسكنت كيسر رارعيو دافيا قوية دا. قال له رسول الله، رسولك لا وحكوي لنك أسقها، اذهب تقو أرضو فتوضى سوي سقاضو. فذهب وعدقاقي فتوضى وسوي سقاتي، ثم جاء واي من صحابه فقال وحرس بن مرلبات اذهب أرض فتوضى سوي سقاضو. فقال له رجل نبا نبي وحكوي لي يا رسول الله، رسولك إله يوم ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه. محالها أنت ضو محاكه لا يضو أمرتي إن ويسقى تادن أقع مستي. ما لك أمرته نبى الله محضو أمرتي أن يتوضأ ويسقاته ثم سكت عنه تادن أقع مستي. مركو سوى استقاته تادن وأذكى مستوح كلام مادن أشيجين. قال وحورز النبي إنه كان يصلي وحوت كان يي وهو مصبر الإزارة وسوى معويس سدى في أن قوي ذا. وإن الله سبحانه وتعالى ويننا لا يقبل ما أقبل صلاة رجل مصبل نين صلاة دي ما أقبل نين كاسور هارعية أما ديريي سروال كيسي أما قميص كيسي أما معوسي سردافيي أن قوية. رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط مسلم. أبو داود بحديث كوريي سند صحيح أو غلبة رجاش مسلمة وطريق مسلمة وكلاءة سيدا سكرون مجموع سكوير النووي وشرح المهذب كان سيدا سكوير هذا ذهبين كتاب فيسا ليدا هذا بيان الالتباس في فنون اللباس وساس حكوير وسند كسوى صحيح كتاب كان لي هذا المهذب في اختصار السنن الكبير لبيهقين حكوير اسناده صالح سيدا سويري حديث سكت عليه ابو داود. ابو داود حديث كواكا موسي مركا وذلك محقق هوست وحيد الله هاي وسندك سوى ضعيف سند سوى ضعيف وحلو ضعيف يو مجران وانكا هين وذل الى هذا سندك حاكو جرى ابو جعفر المؤذن المدني الانصاري نينكاسا كوجرى نينكاسا مركا وحلو قالو لما هايو محاي الي ابو داود حديث سوى كاء مصافي صالحة عنده سيدوك للترمذي أحاديث دوره أصحي تحسينية وأن ينطبق قديس سريسه أو أبو هريرة وحكى ورشة عطانا وحكى قاته وحجرحينا مجره وحجرحينا مجره إنك نوع عاسة على طريقة الذهبي في الموقدة وأن ثقاؤه وأن ثقاء أما صدوقة مرنك هذا يدبق قديس سريس ترمدنا حديثه تحسيني أبو داود وكأموس وحجرحينا أوسنجرين نكاسي حديث كسوى حديث حسن ويسد الراجح ولذلك ذهب حكم كيسة في المهذب يو الالتباس في فنون اللباس يو قوانك نووي أيا صحن أو صحة لكن انت تنضمي على شرط مسلم صح ماها على شرط مسلم صح ماها نكاسي من رجال مسلم ماها من رجال مسلم ماها معنا حديث كو حمبارسن ياهي وحاوي معاوزت يا قميصك يا سروالك ولا دافيو ان قويدا اما يودو كبويستا لبدان قران كروت يا كعبينك لو يقنا لا دافيو وا دنبي سدا حديثا كعد مر هدي دنبي تاي ميلا كان واحد كو سو مرتي الله سبحانه وتعالى دنبي انو كو دافا ويسدا ويسدا سيف عن لو ويس قاتاي شرعي وافق سن الله ذنوبته كو دافا نبي مر امر كو فري وامر يا صحابي كان ديري معاوستا انو ويسيستو وحو ربا ان دنبي كيمد معاوس ديرينتا يسروال ديرينتا كيمد لوغو داف ويسد هادي دورا كنت من نينكي سي توس ويسقاتا الى هدرتو ويسقاتا ويسد اما يستر وسيد ربي فريئا دنبي سوا لو دافيا مركا دنبي سي ان لا دافو صحابي وكو دعاي ايو نبي اوغدان لها لو غور وسيكو علي مرول بويسدو باتانا دنبي بيسير ترتريسا انت دنبي مركا الهي ما اقبل صلاه رجل مصبل صلاه وهي اصحيسا لكن ثواب الان بين غنيس ومركا لا يدهدو نبي موسى ورن صحابي كان صلاه سوعلي
ويسد أن بقول سوء علي سدّم بيجي سلّور دافو سلّاده وتكذب سوء علي مرّدهن نمان بهالك هكبس كعيي ومعنى هذا وحوي سلّاده والله ويأصحي سما دام أركان تدي شروط ده أفسطي لكن أجر الآن بالنقن وسلّاده ثواب لاين أجر لاين بيسب الدليسة معصية أتقول عضي إسبال كأيد يا نباب بينيس وهذا هالك سيكب حين وهذا دم حيلين قبول كيس حد وايش لازم تا ما لف فديك لين وقف فاهيني معناها أصحى حديث كقيمة مجاهد من الجبر وحكاء صحيح تابعي جاس كأصحي إنه يري كان يقال من مس إزاره كعبه لم تقبل له صلاة لم يقبل له له صلاة وحال أورنت روان وسوق عليه بالصحابة يا تابعين تواوينه يري هذا لأنه مجاهد ومن أوسط التابعين كان يقال من مس إزاره كعبه لم يقبل له له صلاة نينكي هوسكين تيجي سام معوش سأي ثابتو أن قوي هذا أي دافتا أما أي دبوجو سلعة سلامة أقبل الأورن تريبور إذا دتك أورن تريبور كسو جرو أما واسحابو كل جودا أما واسحابي يتابع إسكتشرة علم جا مركه وعلم سحاب الله قدر حلي علم جا سحاب النبي محمد الله قدر حلو حديث كنا مركه كم معنيه هاي وحاكلوا نك لا يذر ابن عبد الله المرهبي كأصح أسون وتابع كلا من صغار التابعين كان يقال من جر ثوبه لم يقبل الله له صلاة نينك معوش يسر ديريا أن قوية قارسية أمر دافية أصلا صلاة الله ما أقبله أيا اللي ورنجري وتابعي قانا تابعي هرن ومجاهن ونصور شكني ابن مسعود الصحابي أصوح حكاء صحي المصبر إزاره في الصلاة ليس من الله في حل ولا حرام نينك معوش يسر ديريا مصبر كقردق أي صلاة قده تساقو سمية إلهي سبحانه وتعالى حلال إي حرام إنك كما سقنو يعني شغلكم الله هو إلهي سلاديس وحقوف علينا ما إجرت صلاة ما أصحين وي ليس من الله في حل ولا حرام من هذا المقش وحاوي وحاوي قروا لقداق فرداف وركض وحك كتير ما كتير معنون نقونية ساس معنون نقونية مركا صدرت ظاهريضو ظاهريضو وحي قبان حديث كان حديث بان تيدر شديد نينكي سروال كيسو أن قوية ضافية قميص كيسو يمع وستيسو سدا كتو كذا ثلاث هو باطل أي قبل ما أصحن بقى ما بقول تما يسبا يو هالكاس يكبس كعية وإذا ده كان ده وحيلين حرام بكل عيا ما كراه كل عيا مويا صلاة مبرين مركز كإلى عليا هذا الله سكيا هو شيء ذا حديثكم من حسن يا راجحة وعن قيس ابن بشر التغلبي قال وحول صحابي تابعي قاسي أخبرني أبي نك الله يجازه قيس بن بشر التغلبي ومن صغار التابعين أيا اللي جاذوا ذن وحماه ومن أطباع التابعين لأن أبيه بقى من كبار التابعين قال وحول التابعين إن كاسي قيس بن بشرنا أخبرني أبي أباه يبا إيو الرمي أباه أيا إيو الرمي وكان أباه وحو أبيه وبشر بن قيس بأسهم اللي جاذا أبيه وبشر بن قيس التغلبي أصغنا وشامية وكان أبي أباه وحوها أبو الجليس مد لفر يستاذي كربا ولك هذا لفر يستول لدرسة لأبي الدرداء عويمر صحابي قاس قال وحوري أبي مركزي أباه كان بدمشق دمشق وحاجه رجل من أصحاب النبي لأن أصحاب النبي كم إذا دمشق كنا ولا يقال له لو ما عدابه سهل بن الحمدلية سهل بن عمر سهل بن ربيع بن عمر بن بالليل هذا وأن أنساري أو رياء أوسة ويا سهل ابن الربيع ابن عمرو أيال ابن الحنذلي يدو مركه وهو يدنا والله شيء ما وأبيه هو يدنا والله شيء ما وأوي هو يدي إسلام لقى صفر عمي ركبة ده شيء أي حنذلي اللي رنجه والتميمية أيد مركه سيد يدي بمك الله نسبة يا أما هو يدي بالله نسبة لكن ما عيسو وسهل أبيهنا والربيع ابن عمرو الأنصار الأوسي ويا وكان سهل وحوها رجلا بوها متوحدا كالصعوده من كالصعوده وها وكلجي ماشو كعباده سان فريستو دد كان دخلين بوها قل ما يجالس الناس متوحد كبار الله فسرها يا وحا اد يا ابو يريد دد كان الله فريستو قل ما يجالس الناس دد كان الله فريستا يريد انما هو صلاه عمل كيسو وحوي صلاه انه كجرو فاذا فرغ مركو صلاه دمي فانما هو عمل كيسو وحوي شقديسو تسبيح وتكبير حتى ياتي اهله بقى سوى سيدا مساعد بو إمارة يا سلاد بو قلي يدو قبعو ورد يا أذكار تسو بالله يا قرآن كيس ضرب مدح قلي إلى أقول كيس كتاكو فإنما هو تصبيح عمل كيس هو سبحان الله يسي وتكبير الله الله أكبر لا إله حتى يأتي يا أهله
إلى قرقيس تغو هيدو فمر ربنا ونصومر وذات كسهل أها قون سعود كأها أيا نصومري ونحن عند أبي الدرداء أنه أبو الدرداء أكتيس الجوغنا بشر بن قيس باسدا أورانية فقال له أبو الدرداء حكويري كلمة تنفعنا ولا تضرك نرده ويرك أن كل بين أنا وحنا تريس وذاذو سهلو إيه وير أنا وحنا تريس أنا وحك يلا نرده بكل وحنا شيء نواني وحنا أن كاف إدنو سداسو كجيري وذاك سهلة وحوها رجي كقيب قريب وها دقال كل واحد وحي كدم بي جميع المشاهد رجي صحابة هاي هالجمي إن محمد إبن الله صاحبي وحن بدر كاهن دقال نبي محمد وقريب من بدر كاهن ورافي مجرى الليل هذا أصحابتي تحت الشجرة بيعذا كوك قليب كتري ممن بايع تحت الشجرة وأها نادو قيام بضنبا واقد دنبان الشام بأوريقي خلافة سيدنا معاوي وقيريوذي نند الله آنا وان أولاد لهين بوهارور كورنا قرسد إلهين أبط وصنسينين أيو أها ومجاهدة ننك أضيقا سهل مرك أدو عبادة بضن فقال الله بدرداء حكويري كلمة أي قل لنا كلمة ويرد نوده وحون نوشيك تنفعنا أنك وحنا ترت ولا تضرك أن كل دبي أنك كل ديرين وح يرو مركا أنك أنا وحنا ترى أذونا أن دبك وها النوشي قال وحول سحابك سهلها بعث رسول الله رسولك إلهي بدري سرية عيدا يربو دري لقمرودي جيش يربو دري فقدم ويسوق شو ويتمد فجاء رجل نبا يمد منهم أيها كمذا فجلس وافر يستي سرية أيها رك نين كمذا أيا كيم إذا كيوم مركم زادك سوفريس فجلس أنك حفر استي في المجلس الذي يجلس فيه رسول الله قابط النبي وفريسان جري ومضى وكوان جري علم اللي قادان جري مسجد كنا محمد آيت أيو سوفريس استي وذات كي إذا كدولي كتر صناع مكو إذا كسول الله بتمزادك سو آدي فقال أنك بوحول رد إلى جنبه نين عيسى فديي وحلقة مسجد كي النبي محمد أكفر دي كتر صناع يوحكويري لو رأيتنا هذا أركل حين التقينا مركان وسلي نحن أنجا إيو والعدو عدوي والعدو حيكو عطفنا ضمير كان متصل كي التقينا مركين لقوا عطفنا مركا ويبنانته ما دام ضمير فصل لقوا كلا قيام لقوا التأكيد لقوا دوتشي ونحن ضاق فحمل فلان وطعن يعني وحولي هذا أركل هيد مركان أنجا عدوي سلي وفحمل فلان هي بالوار قاضي صحابي صحابة كم إذا بقولي وار بقاضي وطعنا ونوريما ينبو ورن كتماتي فقال مركز يجري قال بورن كتماتي فقال حر خذها من إغه إغه قبسر ورنك وأنا الغلام الغفاري إغه قبسر ورنك هو بريس كبر ورنك إغه قبس أنا قو آه ننك ريبني غفار وافانت من صحابي كيف ترى في قولي برنك سيساو فانت مركو قال كتماتي إغه قب ورنك إغه أنا أقول أه نينك ريبني غفار ما هو أكتاب الوردة أيضا قال نينك لو حوري ما أراه أمارك وما أراه ما في الآيو إلا قد بطل أجره أجر كسونه برمو ثواب كسيبه بري رياء يهلق مغلية فانفان بمشي كسو بحي نينك أجر كسوه بل عن بعربود فسمع بذلك أرنك وحام مغلي آخر سحابك لا ورك مغلي إسكو هايين فقال سو حوري ما أرى بذلك بأسا وحدي بانو ماركبور قال هذا مركل الطماطي إن لوفا أنت ما ولا عبسيو أول إيوه هو يورنكا ما نتقن أنا نو الله بتشيو ويف في عن تايبور محد يبي كتيرة عدو إلهي وهي اللوفا أنا ما سنك فرت على جيلي سحبي قاسو سدا سويل فتنازع وامر منه واسمان رافين حتى سمع رسول الله رسول كله إلى أم مقلي ورد ويدودين نك هدول إيوه ورنكا أنا ونك ريبني غفارة نك هو بترصدي محور يبي السمي محل أجرك سكوب بروس أجرك ما ضاب بعي ضاد بمش كبل لابد صوباني قد مش في ديبا مقال ضاد الأحمر تحرتا فقال أنا بحر سبحان الله إلهي بعيب كهفني لا بأس أن يؤجر ويحمد لا بأس لبملها أن يؤجر إنك أجر إلا سيو أسوق سيدا يلو سأفان تماي أنا أقول ريه بلا ورن كورن ريه بلوي ورن كان نكو قلم مصر نقضه نبى نسأل ولي جب وفنيني تري إنه يدا لا بأس نبي قدم ملابوري إن لا أجر سيو ثواب هلو ويحمد حقا ولي بالله أمانه نينك أمان بولي بمدن يهيبو حد يبقى كتيرا إن آخر لا أجر سيو الدون كان أمان نينك هبل أها هبل باورن كهب صديق كدبنا كرنا طيوي وردادش الله إلى هذا سمتقنا في صمالي
digashada dhaadasho way kala duwan yihiin. Digashadu markay hawshu dhacdo kadib way dhibku markuu ruuxa asiiba kadib baa hadalka soo baxay ee aad hawsha aad ugu ammaanaysay ayaa la yidhaahdaa naxariis darradu ka muuqatay iyo go'digu ayaa digasho la yidhaahdaa. Nambarka markaad ruuxa ku dhufatana waxaa tirada dhaadasha la yidhaahdaa. Marka فرأيت أبا الدرداء، أبا الدرداء من أركيب سر بذلك أرنك كفر حي. أبا الدرداء ومسألة فقه مهم جدا. صحابي وأم روح مسلم كان أنتو عمل وناكسن قبطو، إنو راتو، مركو قال هذا ديب أوجيجتو راتو، إن أيسن ديب لهاين أجر إنو كبرنينين، لقى أجر سين، أما أنت روح مسلم كو أمان أيسن علا إسلاهاين. أيو مركن يوماشي كفاهم مركو كفر حي، ومسألة فقه هذا قيم بلاد. وجعل وحوق دقل يرفع رأسه ومدح سينه كري إليه إلى السحابي سهل بكر فري أبو الدرداء مركر وافر ري اللي سوى سعودي لي وذادو ويد أنك وحنا ترتا أدقنا أن كل بين من أوران كرتا حديث كان أشيه سحابي قبوتا أبو الدرداء وافر ري مركو انت أشيه كربا كرب أفري مدح كر قاضي ويقول أوليه أنت سمعت ذلك من رسول الله ما أدقى كم غلي هذا الكصوبنا عليه الصلاة والسلام فيقول أوليه سحابك السهل ننكره أنصاري نعم أنا كم غلي فما زال موسى كزل أبو الدرداء يعيد عليه إنه أري كعلي لي ما أدقى كم غلي صوبنا حتى إني لا أقول إلى إسعيد أمان إسعيد هذا ليبركن أبو الدرداء وحكو فريسان دونا على ركبتي جلبه سكو فريسان دونا لو فردي عاد أبو فردي انتو جلبها دكتور جلب جوكسدو ايو كور استايق دونا او كور افيرن دونا وداد كان سيراد يعني اد بوغو بغي انيغا كم مقلي سو ما دين اردن وير اد انيغا ناو حنا ترتادو ونا انكو ديوين نوشيغا حديثكا قبسو سو بنا دقيا انكا كم مقلي بوغا جوكي ابو درداو هوشا سمرك اد اوغو بغي ابو درداء وغو بغي وو قيمي دعو المدوى الله قيمي ياي جلبوه كو استايق مركو رغو فردي ياي مركا عادب اسكا هول السلام بمود هاي حديث علوس بالوشي وليس بالاغاليد قال حريني وذلك بشر بن قيس أها فمر بنا يوما آخر مال لباد بن صوم مري وذلك سهل ابن الحنذلية سهل ابن الربيع بن عمرو الأنصاري الأوسي أيا مال لباد بن صوم مري فقال له أبو الدرداء حكيري كلمة أم حو صوم مري دوانين قون أسعود وأنا صوم مري حديث قلت صوم مرتين إسكي قون أسعود وشبك عصادة إنو صلاة كتير إنو وردنا أمت مرة يهابا مرة حق له من زهاد الصحابة الغترية وكان من زهاد الصالحين والصحابة أي الليلة لأن هذا قيمة بضم ترجمة إذا كأخر إصابة هي ملاس فقال له أبو الدرداء حكولي كلمة تنفعنا ولا تضرك إن ما لو يدبل لوب بقي وركيزي وحول هذا نوعت وحكوت أن ترتأنا أن كل بين من وران كرتا قال وحول الصحابي قال رسول الله رسول الله وحنقول ما لما ما كان بذا المنفق على الخير فرضها لو هي دقالك الجهاد كان إنك دقالية علفية وحكونا فقي بيل بيلة إيه دقالية علفية كالباصيد يده متقع عندي سفدية بولا أجر ياي بالصدقة وحبحين يا صدقه لا يقبض عن سوء علين نين ديق سعى ومال والوحبحين يا وحولات ديق يا مسلمين توحتر يا أيو لا أجر ياي فردها لو هي إني هالجمان والوجة هذا نينك وحتر علفية ثم مر بنا يوما اخر ما الا باد بن صومر احاديث بدن باكو تيم فردها سي حتى نيفتوده يا سالادوده يا وحي عنان يا وحي عبان انتي فضليان انتي بودان وحاس من اجر لغا سيني فردو ودوا وتكنيك دي هوبك لو دغالمي ان لعلفيه بعض الصحابه حتى ميسن اوغلان جيرين ادومودوده يا عرورتوده اني اوغ هوس مران فردو دي اوق ميدي جيرين او قبين جيرين سريد مريانو وشن ليانو فوفيانو ودانو وح ولبا فرس كسو ايغا قبن جيرين هل لقى قبطة ميسن إيلين وحيل أنتنا أجر كرات ثنينا أنتنا أجر كرات ثنينا مركان إننا أنك عند السؤال لا بين أو ديقسيا أو أمد وحتري أو ديق بدن ينك فرس كنا قالي واسكو أجر ثم مر بنا يوما آخر ما لين صدحات بن صومر فقال له أبو الدرداء حول كلمة تنفعنا ولا تضرك قال قال رسول الله رسول كلاه حولنا يلمال مال ما كم بذا نعم الرجل نمبا قيمة بدن خريم الأسد يبقى وقيم بدان خريم بن فاتك خريم بن فاتك الأسد يبقى ليلى سحابك لولا طول جمتي وإسبال إزاري من قيم بدان مجاهد وبدر من أهل بدر وذلك خريم بن فاتك الأسد ومن أصحاب بدر وي مركا ما نبارك النبي قصوك مع وسل الذي أريب مركيلي أريجي وي
خريم الأسد دي بان إن أوقين بدن الله إنكم وناكسنا وهدي عيب تاسي وكبت بادلها عيبت محيط النبي الله لولا طول جمتي تمديرك حلبتن دير إيه ونقربها كل عزيز ماشوا شبك حسن أيه إن عجبي كبير جلسال لقيام طول الجمة إن تمها الله ديريستو أصل ويبنى أنت هاي لكن مرك أد تمها دي ستدك خلافتي قربها خوش بتي طبرك جيزي سيد ديسو حوي كبير بكو قلي رجنا واحد دير تاي سنك دير تاي جيسا قليهم وذا بدارتو باب بيزي أما تمها قون كالي ورنبا أفانيسا هؤلاء كتير ماشى تاسو نبي قد ديدنيا عجب إيه خيالاء إيه كبير إيه سلوين بيكينيس صدرت الدوان النبي محمد عليه الصلاة والسلام بكل بين قنترين هدي صور دافانا لكتفيد دو ذا هدي تأي صور دافانا قربها ولقنت لما برتن كده كده حجرين لولا طول جمتي هلبتي سدر كده هدي سنتري لهين ننفي عنب ونقن لها إيه وإسبال إزاري معوست أورارعي ودافي أن قوية ذا قرسي أمر دافي لبضع عدورة دون قبل هين ننقيم بذنب ونقن لها جمدو واتمها دير هلبتها فبلغ ذلك أرنك وحو قاري بور خريم بو قاري فعجل ودق دقي يعني وركب نبقى وشيقي با قاري حديث كان قاري وصحابي كان سهل شيقي فبلغ ذلك أرنك خريم من فاتك الأسد بو قاري فعجل ودق دقي إنو فليو لبدا أرنبوض النبي وقون صدق إنو اسكد أيو كد دق دقي فعجل إلى الخير فعجل ودجي في تنفيذي الأمر وهي وترك المنهي عن فأخذ وحوقات شفرة تريب قاتما بالله وقاتي فقطع وحوقه بها تريد وحوقه شري يمددي جمته هلبتي سدر إلى أذن دقه جي تمين قربها كد عاية دبر كنتو قابي يدقها كد دقه دقه جي لبدا دقود ورفع إزاره مع وستنا كرب وقات إلى أنصاف ساقيه لبدا دون برتن كدو جي أنقو انتو كسو قاد مع وستنا الكاسو جي بشر لفتر كيسا وغضيقا تابعي كبير كابو درداء صاحب كيئها يا وحول واقدا به رأيت خريما عند معاوية وشعره جمة إلى أذنيه وثيابه إلى أنساف ساقيه وقد دنبان مركة خريم كل شيء يكون أركب المعاوية واللفر وحديث يرين لقدت بينه مركة سان تميه لشيء هل كاس جوغان أركب ودكتا ميشاس عرشو داس كوئك ميشان لقشادو قبلو هاي قشادان دغدغها معوستنا اي ديرتو برتمها جوقتو سيده النبي يقول شيغي بو افلي ثم مر بنا يوم اذا محل شهدكم محي واسبال ازاري وشي داوعي ايمانك هذا اي دينك هذا داوعي يوم طيب ثم مر بنا يوما اخر ما انكر النصومر فقال له ابو الدرداء حكول كلمه تنفعنا ولا تضرك ورد ان كدبين ندفين او ندفينس اي شيخ قال حول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نبي محمد الله انبغي مال ما كمذا انه سفر انكم قادمون وحد اغليسان على اخوانكم ولا لهم بل تغيسان برتو اما غلبت با فاصلحوا وناجي رحالكم هريدين يرردنا وناجيه واصلحوا هاجيو هبي لباسكم دركيني لبسكينا حتى تكونوا إلى النقطان كأنكم شامتم برئناتين في الناس ذاتك نحوظ أذبرتين فإن الله سبحانه وتعالى لا يحب مجعله الفحش فالحمد مجعله ولا التفحش حمها إسكرهادين تيسون لسك دونتون ربي مجعله روب داود بإسناد حسن إلا قيس بن بشر إن ابن بشر فاختلفوا في توثيقه وتضعيفه وقد روى له مسلم سداس إمام كويري يعني حقيبتن دنبي صحابته وصفر أو صعوتا يا بري وحي كبك من ريره هودي يقريه هودي أما مكوك لما مقالي كبك من نبقوا الله الله إنكم قادمون على إخوانكم ولا لهم بدؤوا تقيسان والله كل ما يسان فأصلحوا رحالكم هيريد أورطا إيو فردها إيو بقلها الواتن هكاجيو سفيا عن أورطا أررا وأسطورا وحي عيبة هكاجيا وأصلحوا لباسكم دركينينا دروناك سنحدو أو إسقرحية حتى تكونوا كأنكم شامة شامة نوال إلى هذا أو لا تثقيليه شام ولا تخفيفين ولا إلى هذا أو سيد الله آخره شام وبرتة برتة واحد برتة وتقانان حولها يبني هذا هو قص قص قطع الله يا شام هذا الله إلى هذا في الناس تذكر حوالات كن قطان بر كن قطان قروح ديني بريعدين اللوب يقو ليدنان يا فول حمية أسك يا وسق يسان إذا كم مقني محاج النبي الله فإن الله لا يحب الفحشة أي القبحة وحى إله نبي إلهي مجعل وحى فوشح أما الدران أما بانانت اللي دنانت
in layidhaahdo wadaadku usug buu leeyahay oo wuu urahayaa oo ma cadaydo oo ma rumaydo oo isma hagaajiyo, waa dawa foolxumo. Isagaajiyo waa saabeeya, biyad haysataan rag baa tihiin, beri baad u tagaysaan walaalihiin, isqurxiya niman yo. walaad tafaxusha xumaha in layska raadiyo loo qasdana lama ogolo, adoo qabaysan karo ishabayn kara inaad xumi u qasdana lama doonaayo. abu daud baa wari xadiidka iyo axmed baa waa wariyaan biisnaadin xasanin siduu sheegay weeye nawowi ilaa qays bnu bishr fakhtalafuu fii tawthiiqi wa tadciifihi. ninkaasi wax tadciifiya maana arag, ninkaas isaga wax tadciifiya anugu ma arag. qays bnu bishr taabiciga sagiirka ah wax tadciifiya ma arag. bukhaari wuxuu ku sheegay fii taariikhi dhabo, isagii aabihiiba waa ku sheegay, wuxuu ka sheegayna ma jiro inuu abu darda odaygu la joogi jiray, wiilkuna aabihii ka maqlay ansaariyihiin ree awsiyihiin shaamna ku dambeeyeen waagii dambe buu ka hadlay. lam yadkur fiihi maa jarxan walaa tacdiila. ibn abi xaatim fi ljarxi watacdiil buu ku keenaa isaguna lam yadkur fiihi jarxan walaa tacdiila, xumuusan ku sheegin. idan laakiin cafwan ibnu xaatim waxaan ujeedaa wax jarxa muusan ku sheegin. aabihii abu xaatim araazi wuxuu ka soo guuray inuu yidhi maa araa bixadiidii ba'san, ninkan qays ibnu bishr ah xadiidkiisu wax dhiba ma laha, wax ka wariya xadiidna ma hayo ilaa hishaam ibnu sacad, wamaa aclamu lahu rawaa canhu ilaa hishaam ibnu sacad buu yidhi. waxaa intaa dheer abu zurcat arrazi asaguna wuxuu uhi waa rajulu sidqin fahuwa saduuq. abu zurcat arrazi wuxuu uhi waa rajulu sidqin fahuwa saduuq. ibn abi xaat ibn xibaanna thiqaadkiisu ku sheegay. abu daawuudna waa ka aamusa xadiid fahuwa saalixu cindahu. marka tawthiiqa abu xaatim arrazi maca tashadudihi iyo tawthiiqa ninkale abu zurcat arrazi maca ictidaalihi waxaa ka horreeyey ardaygii hishaam ibnu sacad ahaa ee ninkan wax ka wariyay sheekhan. hishaam ibnu sacad baa yidhi xadathanii bishr qays ibnu bishr wa kaana rajula sidqin, ardaygu isagaa sheekhiisa kaa yaqaan, hishaamna waa min ahli xadiid. amaa bishr asagu waa taabiciyun kabiir. ibn xibaan baa fi thiqaad ku sheegay, ibn abi xaatim iyo bukhaarina lam yadkuraa fihi jarxan walaa tacdiilan, waa wiilka odayga weyn baan ujeedaa. saa darteed xaafidku halkan waa fiican, wuxuu waa saduuq, odaygu waa saduuq buu ihi, wiilku wuxuu ihi waa maqbuul, bimacnaa layun xadiid maa lam yutaabac, wax hortii jarxiyay ma jiraan. warka uu nawowi sheegay waa isku khilaafeen tawthiiqiisa tadciifkiisa, tadciifka ma helin, tadciifku anugu ma helin. warkan hoosta ku sheegay wadaadka muxaqiq waxba kama jiraan. warkan muxaqiq hoosta ku sheegay qaal albukhaari waa qata lam yaqul bidalika albukhaari wainama huwa kalaamu dhahabi, warka huwa kalaamu dhahabi. qays ibnu bishr can abihi laa yucrafaan, bukhaari shuqul kuma laha, warka bukhaari ma laha, waa sabqu qalam, waa sakati, uu maahir sakatiye wey sida ee muuqata. si walbaan u fiiriyay idinkuna soo fiiriya bukhaari taariikhdiisa awsadka iyo kabiirkaba waan fiiriyay, maanta waqti badan bay iga qaadatay. wax ka soo guuriya bukhaari warkan isaga ahayna ma arag, kutubtiisina waa ka waayey, xaafidkuna kuma keenin tahdiibka, walaa mizina ma keenin, iyo furuucdiisa midna kuma jiro warka isagaa. hadalkan ah qays ibnu bishr can aabihi laa yucrafaan wa kalaamu dhahabi fi lmiisaan, fii miisaanihi, kitaab dhahabi warkiisi wey, waa niman la yaqaano labadaba, bukhaari waa in la yaqaano sheegay oo taariikhdiisa ku sheegay, qoyskoodii cidday ka wariyaan kulli sheegay, ibn abi xaatim baa sheegay, abu zurca tawthiiqiyey, abu xaatim baa tawthiiqiyaa kale, hishaam ibnu sacad oo ka horreeyey baa tacdiiliyey, abu daawudna waa ka aamusan nawowna biisnaadin xasan wuli xadiidku waa siduu sheegay. likulli faqratin min faqaraat alxadiidna shawaahid bay leedahay, faqro walbo xadiidka ka tirsan shawaahid carakawa ayay leedahay xadiidku, marka waa xasan markuu u yaryahay hadduusan saxiix ahay. oo waxaan u taxsiinaynaa wadaadka hishaam ibnu sacada kalaam ku jira xadiidkiisu aan taxsiin la dhaafin karin. qaybta kale ku saabsan waqad rawaa lahu muslimun, ma helin ninkan, laysa min rijaali muslim, muslim hadduusan khaarija loo jeedin, muslim baa ka wariya haddii la idlaaqo saxiixa loo jeedaa. ninkan marka qays ibnu bishra laysa min rijaali muslim. nawowi iyo wadaadka khasrija khulaasada iska lahaa baa sheegay inuu muslim wax ka wariyo. wadaadaha intooda kale waxay ku daayeen waa min rijaali abi daawud bay ku daayeen, intaana iska ogaada. xadiidku marka waa sugan yahay maxalu shaahidkuna isbaalka la iska ilaaliyo. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ازره المسلم روح مسلم كهوز جنتيسو قاب لبسكيسو ازره وهي ادي
هي أدوي فعل يفعل ثم كلا قرن إيسا إزرة المسلم روح مسلم كقابك أقول لبستي أحد سروالك يا قميصك يا معوزته إلى نصف الساق إلى نصف الساق رودن كبرتمي سواسيد صنة ذا صنة ذا ولا حرج النبي قل دم لها بوري أو لا جناح دم بملها فيما بينه وبين الكعبين إنه معوزة ديري أما قميصك أما سروالك وحود حياسكي أنت أنقوي ذا رودن كبرتمي إلى أنقوي ذا فما كان أسفل من الكعبين وحكا هو سيلا بضع أنقو فهو في النار نار بالقين ليا ودنبه إلهي لقى فقان يوي ومن جر إزاره إن إسبال الله سميوك لبضع أنقو لغوه سمريو نار بالقو مضانيا مدى إن اللي تشيدو دولك لقوه بتشيدنا ودولك كو تشيدو عربها الرافزانا أيضو إلهي با سبحانه وتعالى آخرك ولا بعقابك ليين إن أتكوه سمريس أنقو يدا ودنب قونيا لولك إن أتكو جيدنا وعقاب قونيا ومن جر إزاره مع وستيسيه وسكنت لنك تشيدا بطرا كبر إسلوينا لم ينظر الله إليه ما له قيام برب ما إيغه روى أبو داود بسناد صحيح وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال مررت على رسول الله رسول كلاه بن صومر مال مال ما كامل وفي إزاري أيضا مع وستيدا ما وسكنت استرخاء وكتشره حقه وصل دعضي مع وستيه وصل دعضي وأنقوا يدا قاديبور استرخاء دبع باكري مش الله قلت لك قلبي دافتي فقال وحوسو بنو يا عبد الله عبد الله يو ارفع ازارك كرقا هوزغنتي هذا ثم قال النبي فرفعت قربان قاضي برتي النبي ربي بانكي ثم قال النبي زيد قدر قربان قاضي عفوا النبي حول مركز زيد قدر كرقا فزدت قربان قاضي فما زلت مكزول بوري الى يومنا هذا اتحراها ان كد ذلك يوم مش النبي جي يجري بعد انت كدب بوري أتحرها إن كنت ذالي إن جيو ليش النبي جيجير وأن قاضي نبي القدر أدنى وأن قاضي برت أيضا هيدبان كنت ذالا إن إلى يومنا هذا كوع العلي مع وستاسي فقال بعض القوم أرددوا وحوش شيء بركض وحيد هذين إلى أين حقيت جيسي نبي زيد بك ويكرو قاض واد قاضي حقيت كسنت فقال حول عبد الله إلى أنساف الساقين ردوا ماذا برتن كودا ردوا كبرتن جيزان مع وستاسي وماشى سنة إذن سنة إيو هي قيب بنان هي قيب سنة هي قيب دم بذيك الأطاعي سنة ذو وابرتن كردونك هي خير كي أجرك اللقيه لها إيو أما محاب بنان وأنقوغ وحي كأكوي وحي كهوسي ففي النار ننك أسوكو تشيدة سيدي حجابك ودمرك وتشيدانا إرق أنا أسوكو حوي إلهي آخر إيقما إلنا حريسكو إيقما إيو وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر وحوجي نبي كوري من جر ثوبه خيلا ننكي معوسي سأجيدة من جرى ويكلا دوان تجرق إيوه إسبالك ويكلا دوان يهي هسكو خلدنا هذا نمان بيسكا خلدن تا جرق معوسي لتشيدو إيه إسبالك ويكلا دوان يهي إسبالك وإن معوسي يسروالك يقيميسك كو هوس دعان أنقوغا أي هوس كمارا يسن بقارين هي عربة هذا ينقارين رولك بيسن قارين جرقونا وإن عربتي أن تكوهز مرورك تابط ومرضو أي تابط لبدن ببيك ليه وكلا الدرن من جر ثوبه أنك أجد مريس خيالاء كبر يحرقة كبر لم ينظر الله إليه يوم القيامة جر هذه الله شيئوه نار لما شيئوه محال الله شيئوه نار وحكتو إليه إنس إيغين كون عريزانين إسبالكنا ففي النار والله حكومة كلا دوان فقال أم سلمة وحيتري كيف تصنع النساء إذا وحيتري كيف تصنع النساء بذيوله النبي الله هدي اللي يدي وح أنقو كهس مرا نار بالجوجل هيا هدي اللي جدنا وحور ربك إيج ما هي آخره هوانك حجابك وذي صي محي قصة ماينا ذراعين جيدة هاي فكيف تصنع النساء طمركم محي قصة ماينا يعني بذيولهن حجاب كرارعين صيمه وذي صيمه جمع ذيل يعني ومرضى دمر حربه قمده كو قريان اسكو استران يذل ذلك لا غوده قال نبي حور يرخينا وحي رارعين ايان يرخينا وحي ذلك اي حجابك هوس رارعين ايان شبرن تاكو مركا لا بلاب انقوغا انقوغا مركا لا بلاب شبرن تاكو يوسو دغيا قالت وحي تشري اذن عفوا ما كان لقى بلا رودن كبرتن كيس يرخينا شبرا بنبي رودن كم كان لقى بلا أبو رودن كبرتن كلقى بلا بيتاكو تاكر على عينيا
dhanka bartankiisa haddii laga bilaabo oo la taakiyo waxay tegaysaa taakadu cidhibta. Gabadhu markay dhaqaaqdo marka waxaa muuqanaysa adinkeedaa muuqanaya, tiiba hooyadan ka hadlaysa. Mar labaad, ay yurkhiina shibran taaki, hoos u dhigayaan min nisfi diraac baa loo jeedaa, laga bilaabo anqawga bartankiisa, dhudhunka bartankiisa. Qaala waxay tihi idan haddinaba low sidaa la yidhaahdo tankashifu waxaa muuqanaysa aqdaamuhuna cirbahoodii baa la arki iyo lugahood waana cawro. Qaalna wuxuu waa runtaay fayurkhiinahu diraacan, dhudhun bay raaricinayaan laa yazidna calayhi, kana korin maayaan. Dhudhun bay raaricinayan, waa maxay dhudhunka laga bilaabay, maxaa laga bilaabaya? Dhudhun bay raaricinayaan, dhudhunkuna waa meeqa taako? Dhudhunku ma saddex mise waa labo? Laba taako waa dhudhunku. Dhudhunku waa laba taako. Dhudhunkii bartankiisii baa dhudhun la saaraya. Idan hal taaka hoos aadaysa wey, hal taako oo mara ayaa dhulka tagaysa. Taakada kalena waxay asturaysaa gabadhii adinkeedii iyo lugteeda bay asturaysaa. Fayurkhiinahu waxay raaricinayaan daylkii diraacan, dhudhun bay raaricinayan laga bilaabo dhudhunka bartankiisa laa yazidna calayhi, ka kordhin maaya. Rawahu Abu Daawud watirmidi wanasaai, nasaai waa isaguna xadiidka wariya, weliba lafdigan iskale ayuu imaamku ka tegay. Wa qaala xadiidun xasanun saxiix, waa sida iyada dumarku iyagu intaasaa la rabaa, iyagu waa inay cawrada asturaan oo xijaab ka dheereeyaan. Weliba xusunadu waxa weeye inay hal dhudhun hal taako ay hoos u dhigaan xijaabkoodii, hal taako ay cirbahooda dhaafiyaan hadday awoodi karaan wey. Haddii kale waa inay xijaabka u dhareen qaab aan la arkaynin ciibtooda aysan muuqanayn. Amaa ragu mamnuuc bay ka tahay, anqawa ninkii dhaafiya fafinaar, ninka dhulka ku jiida sidii xijaabka dumarkana ilaa aakhari eegi maayo, laba xukun bay kala yihiin. Baabu istixbaabi tarki tarafucu fi libaasi tawaaduca, wuxuu baab yahay in ay sunno tahay in laga taga dharka lagu faantamee lagu xarogado qiimaha badan ee sare in laga gaabsado ajirka ku jira tawaaducan isdhuldhigi darteed. qad sabaqa waxaa soo hormaray fi qad sabaqa wuu soo hormaray fii baabi fadli aljuuci wa khushuunati alcaysi jumalun, baa ku soo hormaray tatacallaqu bihada albaab. Wuxuu sheekhu leeyahay qad sabaqa waxaa soo hormaray fii baabi fadli aljuuci wa khushuunati alcaysi, baahida iyo sabarkeedu ajir fadliga ay leedahay iyo nolosha adag fadliga ay leedahay haddii lagu sabro. Waxaa ku soo hormaray jumalun, hadallaa ku soo hormaray jumlooyin axaadiis buu ujeedaa, axaadiis baa ku soo hormartay tatacallaqu ku saabsan bihada albaab, baabkan ku saabsan oo ah in xaragada iyo dharka sare ee isha lala raaci ee la tamadiyo ee lagu kibro ama sanka lagu taaga aad ka fogaato tawaaducan, adoo dhulka isdhigaya oon usgagna isku dilin dhar nadiifa oo quruxsan oo laakiin aan sarriin baad xidhan kartaa, kuwaada iska caadiga dhaqan kartaa oo fiiraysan kartaa, dharna waa dhar lagu faanto. Maanta waxaa soo baxay kii u dambeeyey, qamiiskii u dambeeyey iyo koodhkii u dambeeyey lagu hayo oo sanka la taagayo magaalada marka xidhato lagu fiirinayo oo thuubu shuhra ah, midna waa dhar ummadda ku dhex jiro nadiif oo ummadda ku dhex joogto. Usgag iyo wasaqnima nabigu ma rabo, mana ogola ummaddana u diiday. Waxaa laga hadlayaa dharka sare ee isha lala raacayo inaad uga tagto adoo heli karo iibsan kara ilaahay darti iyo tawaaduc. وعن معاذ بن انس رضي الله تعالى الجهني رضي الله تعالى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك روحي كتك اللباس، اللباس اي الفاخره من اللباس درك السريع قالك منك كتك، لان المطلق يحمل على الجنس، لان المطلق يحمل على الكامل من الجنس ان كله قاعده في العربيه وحاوي هذا شيء لا اطلاقه وحلو حنبارا انت بدن شيء اسغا متك اقيم بدن بلو حنباريا، لأن المطلق يحمل على الكامل من الجنس. يعني من ترك اللباس ضر روحي كتغا دي دوقات او قادن دوقات من الاسقاون هيا نينكي اسقاوي الى درتي يا تواضع الاسدين ما يهوش لا ودا لا ما ودا وا لا ودا. من ترك اللباس اي اللباس الفاخر، لان المطلق يحمل على الكامل من الجنس تواضعا لله الهي درتي يسلو دغيت وهو يقدر عليها سوى أبوذي كان يدركها سرع قالك أو حده. دعاه الله يوم القيامة الله وغير ما لك قيامه على رؤوس الخلائق أونك هرتض وغيره بانك قيامك لدوبان يا أي أي أنت الله يرى يا بالله شرفين الله يا الله كرامين حتى يخيره إلى رب الدورنسية الله يرى يا نك أسقى من أي حلل الإيمان شاء يلبسها.
biladaha iimaanka maalinka aakharo bilada iimaan baa laysku xidhi, bilad jihaad baa nin loo xidhi, nin baa bilad qaraabo xiyees loo xidhi, mid baa biladii amru bilmacruuf nahyi cani lmunkar loo xidhi, mid baa bilad sadaqeed loo xidhi. Nin walba camalku ku caanbaxay ee khayrka ahaa yaa lagu sharfahayaa oo lagu muujinayaa. Ninkan isagaa maadaama isagoo heli kara dharkii qaaliga ahaa adduunka uusan ku carragoonin, ilaah dartiina uga tegay tawaaduc, maalinka qiyaama waxaa loo xidhahayaa yukhayyar xataa yukhayyaru ilaa rabbi dooransiyo uu kala dooransiiyo min ayi xuwal iimaani biladaha iimaanka teebuu shaaa uu doonay albaso inuu xidhu xidhanaya tan adoonu xidhaale waa kuwana ay way sugan yihiin tan iyo tan kala dooro min ayi xuwal iimaani shaaa yalbasuha. Rawahu tirmidi waqaala xadiidu xasan xaakimna wuu saxiix yeelay wakadalika xasanahu zubaydi walalbani shaahidna wuu leeyahay xadiidku min xadiidin cabaas washaahidu aakhara min xadiidi rajuli min asaxaaba xadiid sugan weeye marka taana ajir baa ku jira wey. Idan inaad ka tagto dharka qaaliga ee isha loo tagay ee khatarta aada uga fogaato ilaahay dirti iyo isdhuldhigid iyo masaakiintu in aan qaarmin aada uga tagto adoo heli kara ajirkaa badan baa ku jira. Waa qismi aliimaan, waa qayb iimaanka ka mid ah. باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي وحباب يهي إن لا تعلي هاي نحن حيث يغرق شيء فلحن هنا أقول قولا يا بني الله صحرا ما هاي شيء صراء ومضو إنها أتاكتنا حرير ما يزيد ومضو لحظة كتريسة إنه في عانته ولا تعلي ولا يقتصر كقابسان روح مسلم كا على ما يزري به wax lagu qoonsado ama lagu daraabo ama lagu quursado. Israagu waa quursiga taxqiirka weeye. Ligayri xaajatin baahila aan dan aydan kuu geynin ayuu dan kugu qabanin, lama rabo wax lagu qashinsanayo ama lagu quursanayo dhar inaad soo xidhato. Walaa maqsuudin sharci ama ujeeda aadan ka lahayn, adoo masaakiinta raba inaan qalbi jabin oo qalbooda dhisaaya mararka qaarkood si ay u libisan u libisan kartaa. لكن أصل وحوي نعمة إلهي نكام وقته. عن عمرو شعيب عن أبي عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إلهي وحوش عليهاي أن يرى إلا أركه أي موقته أثر نعمته نعمتي سرات كيدي على عبدي أدونك سيك موقته إلهي وحوش عليهاي أدوكو نعمي وإلهي وحكسي عافمات أود علمي عرور در دوني وحو ربك سينو كام وقته. Meesha ay odhan jireen masaakiintu dadkay wax weydiisan hayaan iyo kuwa kale hakala garteen, ninka hantida leh ee Ilaahay wax si waa inay ka muuqato korkiisi iyo ubadkiisi iyo gurigiisi waa ay ka muuqato. Dad kulligii mucaawisadooda duduuban soo xidhataan oo baashii qorasi faceka la odhan jiray masaakiintu xaggee ku hagaagayaan. Rawahu Tirmidhi waqaala xadiidun xasan saxaabi kow nabigu maalin wuxuu ku arkay dhar huna asagoo qabo jeexjeexan oo aada u nugul, kaas u yeelay kaalay wuu xoolo ma leedahay haabu nabi allow waan leeyahay xoolo maxaad nooceed leedahay saddexda maysiba way xariisan yihiin bu geel iyo ari iyo loob ilaahay wuu isii mar hadday sidaa tahay buu wuuhi maxaa kugu kaleeba inaad sidaan dharka noocan aad qaadato. Faltura nicmatullaahi tacaalaa wa karaamatu calayk فلترى نعمة الله تعالى وكرامته عليك نعمة إلهي يسور ربك وما موسى شرك هذا كم وقتها لقوا أركو اسكبد الأركاني رفع عن بو إبسدي رفع عن بو صوق الشيء قشدي وقولي دي قل لي ده زمان يقول لابا بقول شام بقول هذا فوف صنية يا والله كان ميو توكسر هيا ما قد أركته ما ميو توكسر هيا وعقبه يا هبيت دكوت على إيو سلعة كم حيس حررت lama ogolaawsha ayadaa. Idan waxaa weeye ilaahay nicmadiisa naxariistiisa ha kaa muuqato adduunyadaani. Marka waxaa weeye inta yarad joogto gobonimo ku noolow ilaahay abaalkiisa nicmadu ku galayn ha ka abaal dhicin, jasaar ha noqonin. باب تحريم اللباس الحريري على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم اليه وجواز لبسه للنساء. وحبابي هاي inay xaaraan tahay xariirtu inay xidhaan raggu xariir looma ogolo. Wa taxriimi juluusihim calay inay ku fadhiistaan inay xaaraan tahay, mana xidhan karaan xariir raggu kumana fadhiista gogol kama dhigan karaan sida gogosha idintaa loo kale. Wa istinaadihim ila inaad ku tiirsataan ood barkima ka dhigataan ood dahaar ka dhigataan oo barkimaha la geliyo ama furaashaha la geliyo ama sariiraha madaxooda la geliyo adna lama ogolo. Wa jawaazi lubsi linnisaa dumarkuna inay xidhan karaan
لكن جوجل كما دغان كران جوجل كما دغان لك وخيران كران ساس وجهد امام. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحريره رغو حريرتها حيرننا باش حريرت ليدا فانه من لبسه في الدنيا روح الدنيا كخد علده وحاوي لم يلبسه في الاخره اخره كخدن ماي برك او قيمه بدن يا اهل الجنه لو كرامهيه اي رب سبحانه وتعالى او ادغيو اي لو لو شاحم اهل الجنه هو حريرتها او قيمه بدن انه قروح سن فلباسهم فيها ايش قرانكم حقكم قشين لباسهم فيها حرير هذا مرك ادونك كخرت اخر كخرن ميس جعفانك لو قلنا يا دو جنده كجرا جعفانك لي قراص فيس كلا فود لو قلنا هي ولا قا قدن هي هاوشا مرك اسك الى هلي خطر وي متفق عليه. وعنه قال ولو عقاب يا هاوشا ايضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما يلبس الحرير حرير ادونك وحا كخد حق رقم مكه لا هلايو ما لا خلاق له نما نصيب كلين آخر نن أيام درن ون آخر نصيب كلين بعدون كحرر كحد ورقة متفقون عليه. وفي رواية البخاري رواية البخاري وحا كجرة ما لا خلاق له في الآخر اللي تكير وحي ما لا خلاق له بس يا هيد ما لا خلاق له في الآخر نما آخر نصيب كل هيد ون أيام كل أيام درن بحررت أدون كحد حررت دمر بلو أقول يا هاي رقى الله ما أقوله اسك إلى شو قوله يجلس بنو لا خلاق له اي لا نصيب له اي لا حظ له نصيب يا ان ديف كلاهي. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير في الدنيا الدنيا نك حرير كحدا لم يلبسه في الاخره اخر كحرا ما هي جنده متفق عليه. لو بدون ويها دي انه حرير تحرشه بنيستو قالوا به نك اسوي حرا ما هي جنده قلي ما هي حرنا أهل الجنة حرين جري الجنة شغل بكم الله نار باق واحد إيا أسوغو مسلمة أم بنا يساني إنو معسيان أو قرد عصا وحده كان حلقو عقابها يا إن لقا قد درك حريرتي آخر الله حريني مركا باشا الله اسكي إلالي قولي وحيدا أن دو حالي إذا آخرون نوال بوح نفتي سوحي اشتهيسا لو ديبها يا نينك حريرتي أدونك كو حرين جري عاسيقا جنة مركو قالو هذو حرر اشتهيه او دماعيه دوني محل قصه مين هي حديثكم حول محرم هي حد كل دي وفيها ما تشتهي الانفس سو ما قرانكم ما دي هي نبي حرر بو اشتهي اسوغو حررت ادونك كسو خيرن جري هاي امامكم سيده شيخ ودا دحين اشتهي لغا غوينيا لغا وخا لغا سارايا ربتان حررتها با جعفان با لو افوفايا نيادة هذا هي قلب هذا وقصور دعم ما يحرر ضدك وقروح سنو حرر قبوا بلع كم قطع أركي وأسكع على الحمان حرر الله يحرم ما بيقولون يزيد عطسي قاسو دمبا ولا كان سلا هيابا استلابا كاسار ولا قاتر هيابا ولو حيدا وفيها ما تشتهي الأنفس ونص عام إيه كان خاصة وادشتهين وادوني كل يوف بالغادي لو سين ماي حرير معي تم على دوك وقصو حرطي والله عقاب هاي معناها ساك في حال معناها ساك الا وعقوبه وهي وعقوبه. وعن علي رضي الله تعالى عن معبان كبودي سمان حديث كان سمان خريج سمه. وعن علي رضي الله تعالى عنه ابو الحسن ابو التراب قال حرز علي رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كلاب اخذ قاضي حريرا بو قاضي النبي فجعله في يميني كانت من ابو حريرته كوقبت مر حريره وذهبا بو قاضي صوبانه فجعله في شمالي كانت بدحين ذهب بو كوقبتي ثم قال صوبانه حجر وعضينا يا مساله ان هذين اشاره الجنس لا للتعيين ان هذين لبضا مكو نبي يقول لي تن وقعنت كو هي تن بس امج حجر ذهب وحل الى هذا يا حرير وحل الى نبي كوضا اشاره الى الجنس لا الى العين بل الى هذا إن هذين لابد أن تضع والذهب حرير حرام على ذكور أمة أمة إذا لب كذا لقى حرام يالي لقى ممنوعي وحي ضمر وفسحين حل لإناثهما لإناثهم نواد قرنسان رواية حديث كولها رواب داود بإسناد حسن. سؤال مشكلة ما شجر تو مركي دين تالا ودا دو سؤال شو حوي حريرتو الدون كدرك لحدو وقيم بضنطاي در لحدو حرير كقيم الدون كميال لو ما شيئين الى امن كان دونك بلوس الى دمالك حررتها وقيم بدن ودر
ganka bini aadamka u roon oo busaada oo aan xanaf lahayn oo sibsib ah xilliga qaboobaha kuleyl buu jirka siinaya, kulaylahana qaboobuu ku siinaya. Jirku wuu neefsanayaa, waxaa furmaya masaamtiisa ayaa furmaya. Xariir muddo markaad qabto waad cayelaysa, xataa waad dhiigaysani, dhogor baa kaa soo bixi. Injirtu dabar gooya cayaan kugu dhalan mahay, dhididkaad xataa suuri mahay. Marka dambe waa nicmo weeye, nicmada noocaas maxaa la iskaga xarimay? Nabi Maxamed iyo diinkiisana waxaa la yidhi wuxuu asal ku yahay yuxilu lahum ayibaat ويحرم عليهم الخبائث والحرير من الطيبات بل افضل الطيبات وحق اللباسك حق دركه حال اسكو جديده او مشكل وي مثلا هذا دا لا دون غش ما قشه لا دون غش وي ودادو كو رفاده بعد ديرو كجيدي مقيم با الى قيم زاد المعاد كفيريه فصل في هديه هديه في اللباس كفيرنا محمد شرعي مثلا هو كان اشكالك إلى لح جوابات بوكينو نبل بوكو دفتي جاوبتو إلى فيعان لبا جوابات وي وانا وحا واقع يالا ذهبك رقا وحا لوغو ديدي ذهب رقان أهان دمر باب بلاد ويا كو حرقو ذا رقا وان لما دونو يا إني دمر كشبها ليحين رقا لقل ليحين يا دمر كأولا كلا سوعي وأتشبه بالنسابة التي دين هاي ذهبك لو دايي أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين ويو ايغا اسكله رغنا وا بلو غوني اه ككنان يو قلف سنان يا اديق يو رغنمه يا خنيه بعلش با لغا ربا ان سيده هوين كو لافسو لافيو تلما دونايو رغينن هدا مقليزن مرقصارك كخينا يا معوسه يا سروالدا اي لوغه اسلا دافاهاي لما ربو دد قمن با لا دوناي الا دا قدغيدا وحا ذهب لوغو ديده رغا qudhigiisa xariirna ragga loogu diiday. Xariir waa dhar dumar wey, waa dhar dumarka u roon, wax jaleecsan oo busaad iyo wax dhogor soo bixiy, waxaan xanaf lahayn iyo wax dhiid aan keenayo, wuxuun adduunyo wanaajiya dumar baa loogu tahay isku qurxiya. Cilladii marka dahab loogu diiday ragga, qudhigeedii baa loogu diiday raggu inay xariirta xidhaan. Meenu isfahan macnaha waa macno. Macnaha labaad وأتشبه بالنساء بلغة عرية ومعنى أدو حكبة وحاكلوا كجرة وجواب في عنا وحول ابن قيم عادة ننك حرير تبث صدى إن بغن حرى واجد دم بناغا ناقيس بالنقضة ناقا الشنيو النقضة سيدو ديبو أفكرا أحرقو ذا أحرى أدبعا وبكبع هايابا اللينكي هين لبانتا وحول قلها يا ردقان ببقلها يا والواقع خير شاهد بوري كاخري هاو شديب فيري حتى بقرة انت بدا استعمال بوري واجد دمر كلاي نقدان حق الرقم كي اللباس كي هاولا ايو حرقادا اي تشلشلع بركاز نقدان الهي مرك اون كان او كلا صوعي لا بيددك وخلق الهي حكمة بانا كجرته مدول بسيط لو طلق انه كصعود باي كون اكسنت اوش قال لي فرنجي رجل واحد ما يوانس قصينا وحرم بلب يا قص نظامك جندر إلا كان الصومالي واد مقشين لا وضعه المهم مكو سيدي تبن سنة قار يو دورنا يا إنو ردك نقوني يو إنو لب نقوني ما سعونا يسو قرآن محالة ديلي وما خلق الذكر والأنثى وفي قراءة وخلق الذكر والأنثى إلهي اللب يددك بو الشيغي وحكى الصهري وحدا علماء لبيب خنثى ليلى الخنثى المشكل كتاب قوني قوي وحدا رجل بيض مايا مد افراد بانكين انو هي لب يددك مجنى وحلى هي روح المكو قان قاري وسيدي تمن سنه قاري ودورنا يا ان لب لقد هي يا انو ددك اسكدك هي اسيك حرانتا وحاس الله ولا دين لانتا كفر الحاد في قال لي ماذا فترة البشرية لا تقالن كذي بدرين تيدي دوري دي قوم لود يا كدرن قوم لود نمان وحيا هاين نول بسوي سيدي ساء إذا بدرك لا سمية لأن هو وحيد المايا قوم لود يحسن بوا في اللبا وحما هاين هي أراب طرن بلا بدل يا با هذا فكرك وين أبا قبر لقدي قبر دي با هي هي
iyo wadaad gar weyn laga dhigi warka soo ma haysaa nimanka gaalsan adduunka ma soo marin Biden iyo ciidankiisu nimanka gaalsan adduunka ma soo marin lacagta ku bixinayaana muqdisho ka socotaa anaga baan soo gashay sheekhay meel fog ma jirtee Washington iyo New York kasoo tagtay baasho marka jawaabta iskaalkadu sidaas weeye labada jawaab baa u fiican qolihi ayuu marka aan ogoleen ilaahay ahkaamta aan tacaliil iyo xikmaha u ogoleen nifaatu alhikmatu wa ta'ala oran jiray waxay ku jawaabayaan waxa weeye inna rabbaka fa'alun lima yurid la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun ilaahay baa doorto yeelay waxa xikmada sheega ahkaamtu ahkaam xikmay ileedahay nafaansiya tayibaadka waxa la isku diiday ragga loo dumar loogu fasaxay nafaansiya معناها صحيح لبدا جواب من مسك قاطع ان شاء الله وعن ابي موسى الاشعري ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بحر حرم والسديدي لباس الحريري والذي هو ممنوعي لباس الحريري حررت حرشده يدي والذهب الذهب على ذكور امتي امتي لبكيدي رغيدا وحل 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 بين لاناثهم dad gudan waa loo banay raaho tirmidu qala hadithun hasan sahih wiilka yarka araga weyn boo la xugum yahay waxa asagu ka xaranay ma jiro laakin waalidka waajib waxay ku tahay inuu ku tarbiyeeyo oo ku layliyo sida ragga loogu labiso wixii ragga xaranay laga ilaaliyo dahabka laga ilaaliyo xariirta laga ilaaliyo ilaa uu markaas ku caqliyeesto oo ku aana qaado oo ku anqaro isagoo hawsha loo diidan yahay waalidka hawsha saaran tahay وعن حذيفة رضي الله تعالى عن حسن ويرى المعروك النبي وقف كيس كسو طفاية كسو قاضي تمرتي وقاطي أي رجمية الأغين أنك أهل البيت كأن سنوب اللانين إن أن صدق قاضي النو واسده هو المه يركا انتو يريا الغطر بيان وحو البوك حران رقا أصنا الرقبة تاليه ولا شيء وده حليم هو حلت أبو حليم وحلي وابابك قبر وي أدو عطاي نمباتاي هو يدا سمار رقا سيقول بشتها anu ma la bistaama isma kala duwan waan kala duwan aniga ugu soo biir gabadhu xaliima xaq hooyadu weeyii oo fahmaya madaxu ugu dhinay wiilku waa in lagu tarbiyeeyo wa an hudayfa radiyallahu ta'ala qaal nahana an-nabiyyu nabigu wuxuu naga reebay an nashraba inaan cabno fi aaniyati adh-dhahab walash adh-dhahab wuxuu ku cabno iyo wal fiddati walash fiddada qalinka wa an naakula fi ana wuxuu ku cunna cabitaan iyo cunitaan baan loo diiday wa an lubsi al-hariri xariirta teeda jilicsan inaan xeerana waan loo diiday wadiibaaj xariirta teeda adag ee qallafsan ama qarada leh wa an najlis aleena xariirta ku fariisano in google ka dhiganaya barkima iyo furaashana iyo kuraasna waan loo diiday rawahu al-bukhari idan lama aqmari karo ay isticmaal oo ragga loo ogol yahay ma jiro xariirta sidaduba wax yaro marka istisnaaada waynu gaari doonaa insha Allah كتاب اللباس في صحيح مسلم بن قاردون هل كان شيء ما هذا ان حريرته كعره انه تغناته باب جواز لبس الحرير لمن به حكه وحباب هي حريرته انه خيران كان نينك عديس نظامس اي هو هيو وفي عنت انه ود وينك سو مرى اذا كدغي ميسو ان جير كغلي ميسو كليل بدن كان لانه عدده وخي كدلتا كدشا كليل جيركا او دريمه ايو اي انغي قلف قل قليف جيركا كيمات marka jirkana way qoonaysa rudubay u sabayraysa way dabcinaysa busad bay ka dhageysa baasha xariirta in jir marka dhalmayso jawaazu lubsi al-hariri liman bihi hikkatun hikka wa taqan suma jarab nawala ila markay waynaato wa is xanuunka is xuqay dadku isnaamiska nin ay gaachay si waxaan nin cadahay ay cadqaba minna xanta laga ma qarsado warba kuma hayo asaga isku maqan saa isku hayo nafto haysa waxba ma dhageysan garaba وعن أنس رضي الله تعالى قال رخص رسول الله رسولك لا يحيي الرخصة والرخصة في الشرع ومحي وإذن بعد منع إذن يمادي فصح يمادوي وكهر يديد كهريسي يريبد لك الريب رخص الرسول الله رسولك الرخصة للزبير المعوام وعبد الرحمن عوف محيي الرخصة في لبس الحريري حريرته إنه يحدان لحكة أما حكة حكة إيه على درتيت بهما أيه كتالي يو صفر أيا باشا كود عضي درك كلو دنبا مركا دب مد كود مد دبا مركا حرب وفصا إنه حدان متفق عليه رواية البخاري بعد يسيو أنه مشتكى إلى رسول الله القملة نبي محمد بحقا دعوذين أيه صفر كجرة
baal injir la yidhaahdo inay ku dhibban yihiin labadooda oo si gooni ah u dhibayso, haddana baa injirtan waxaa ka dhasha jeermiskeeda cadhaa ka dhalata. Idan waa u ruqsi muttafaqun calayh, maxaa loogu ruqsay? Idan ruqsadan waxay keenaysaa ra'yigu odhanayay xariirta ragga waxaa loogu diiday inay dumarka shabaan baa la diidan yahay ayuu xadiidkan xoojinaya. oo baabka ama xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxata araajixa ayaa imanaya qaacidada ahay. horaan waxaa ragga loogu diiday xariirta inay xidhaan kacar iyo kahortaga laga hortegayo rag dumarka inay shabahaan. idan cilladu waa ka fogow iyo ka dheeraasho laga dheeranayo shabihitaanka iyo ekaashaha dumarka. saa haddii laiskugu diiday marka taxriimka ee ragga laga xarimay xariirta xidhashadeedu waxay ahayd kahortaga laga hortegayo dumarku inay ragga shabahaan, hortagaasi waa la jebinayaa hadday dan culus timaado oo raggi baa loo fasaxay markay cadha ku dhacdo ama xawnaha lamidka ah, xaggana la yidhaahdo dharka ugu fiican ee daawo waa xariirta la yidhaahdo xariirta xidhaa la leh. maa xurima saddan lidariica ubiixa lilmaslaxati araajixa. muttafaqun calayh, inay marka ayagu safar bay ahaayeen, injir bay sheegteen, waxaasoo dhan waxa culimmu waxay leeyihiin waa awsaaf aan xukum ku xidhnayn, xaajo culus inay timaado, xariir mooyo wax kaloo qaban karana la waayo unbay ku xidhan tahay. waxay fuqada ku mithaaliyaan adoo iska fadhiya meel oo dharkaadi kaa fog yahay kale, ayaa cadow ku soo weeraray si aan fariira xariirta intaad qaadatay xidhaa dagaalamaysa, adoo qaban dagaalami maysidi cawrad ku asturanaysa. ilakama gaadha dharka waa kaa fog yahay, dharkaadi waa meel kale jira, iyo cambuurbireed xariir iyo dharka waa xariir meesha ku yaallay ood ganacsi u wadatay iyo xabadda kugu qabsatay, waad xidhanaysa ood ku dagaala hadhow muuqdaal ku dhammaadaan intaad ka dhigto ee dharkaada qumana xidhanaysa. baabu nahyi can iftiraashi juluudi annumuuri waalrukuubi calayha, wuxuu baabi reebidda layska reebay in gogo laga dhigto harag shabeelka. juluudi annumuur, harag shabeelka soomaalida arag waa hore aada loo danayn jiray, hadda waa la iska daayay, la layn jiray shabeelkii soomaaliya eber laga dhigay, kii kenya eber laga dhigay, saanti sinti lasoo qaada guryaha lagu sharxadaa isagu baalku birdhamaha badan iyo gudgud, midka mid saa usug nuun la iyo mid goobaaba leh, shabeel goobaaba leh baan hargii baan kaa rabaa, kii nuun kalaha baan kaa rabaa, birdhintiisa midna waa sidii nuunka bay u gudan tahay, midna waa goobo garaangir way kala duwanta, wuu kala qaalisanaa. rag baa say u cadhisan yihiin lagu waayo meel ay ku dambeeyeen shabeel udu raadinayeen haraga shabeel. baa annahay can iftiraashi juluudi annumuur, hargaha iyo saanta shabeelka in gogo laga dhigto ama guyaha lagu sharaxdo diidada la diiday, iyo rukuubi calayha in gaadiidka lagu fuulo bari dhowr laga dhigto ama barkin yar laga dhigto ama meeshaad ku fadhiisanaysa aad hoos iska mariso. can mucaawiya radiallahu tacaala canhu qaal قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تركبوا الخز لا تركبوا الخز حريرته هكورنا هكفر الخز والحرير الحرير بخز قال لا ودا هكورنا هكفر سيدنا بقول هكا دغيننا بركي ما هكا دغيننا فراشي لا دغينين ولا النمار هرك شبيلك هرك شبيلك شبيلك هرجيس انا لما اقوله روايه ولا النمور النمار وجمع النمر halka xabe ee halka shabeelka namir baa layidhahdaa mufradkiisu nimaar baa lagu jamciyaa anmar iyo nimaar iyo nimaara iyo numur iyo numur shantaa jamac buu leeyahay. namir waa mufradkiisi, jamciisuna waa nimaar anmar nimaaratun, numurna waa la yidhahdaa numurna waa la yidhahdaa, shantaa jamac baa lagu sheegay mid ka mid ah in loo sheegay. xadiidu xasan rawaa abu daawud wagayruhu biisnaadin xasanin, maxaa loo diiday xariirta waanu garanay rag looma ogolo dumarna looma ogola inay gogol ka dhigtaa inay xidhaan oo dhar ka dhigtaan baa loo ogol yahay. limaada, in xariirta gogol laga dhigto oo lagu fadhiisto barkima laga dhigto waa ficul acaajim, ficul yahuudi waalnasaara waalmajuus weeye, inaan gaalada shabahan lama ogolo. thaaniyan, waa ficil mutakabiriin, dadka isla weyne adduunyada isjeclaysiya dhaqankaa sameeyey iskaga fogaada. aminkan hadda hargihii shabeelladu, shabeelku waa ku dambeeyaa kenya, qolyahan ganacsatada waaweyn ama siyaasiyiinta guryahooda hadaa tagto waxaad ku arkaysaa fadhiga miiska fadhiga yaalla yuu ku sharaxan yahay. howlaha waad fahanteen weli hawshu way jirtaa, inkala hadla qolyahan waa dhowd u tagay, waxaan iska daayay qaada baalka.
وعن أبي المليح عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أمته حكره عن جلود السباع دقاق هرقيس لباح رواق وأدان رواق قطر النوى إنه دقاق مذي هاي إلا أني منبالي والله عنك راي إلي بيسوى الله برفوق قرنا منبالي إلي صمالي وادويت كوان نبا والله فوري إلي رواق وقد رواق إنه قندون تنبان أمالي سأل سعوتان وحلب عنته نهى عن جلود السباع دقاق هرقيس ونبي قمت ذكر لباحة وحيابها عدود حولها بنان يكون كون أقارسة لباحة أوين يهي ضبع عظم أير تمس قدونا كثير يا قدونا ضبع يا يا قدونا يرمي أصلا لكن كده بنصوم ضبع هذا هاي أو بالك شيفاقة سواسون كما سيركوها شيفا اللي بحير ما هي شيفا ما تقعنا جغيز بالكن أفق قدون امتحان كأو يق حركة حركة اللي هذا عندي جري باش في كتب صلاة شنو ذي ملفك باش اللي شيء ما هي وبالك أدوا تقانية طبعا ديو يجي هاي حر 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 كوي حر كوا سلبت كيسو الدلاوي وحراي يركو ميشن هيا وحدين هيا مجرو المي وحاصل دم باسي بعد لو كذا روى داود والترمذي بإسناء والنسائي بإسناد بأسانيد صحيح يكون وريان سندية هي طرق هذا قيام بدن وفي رواية للترمذي رواية الترمذي وليه وحكوي مد نهى ومضى نبو حكر عن جلود السباع هرجها دقاقة يبها الله أن تفطر شيء اللي جوجل دور جوجل قد دكتو ودرك غريها لو قرخيو نبي غديده خيلد لو ديده ما حيتاي حديث كان وحاد لي شذا لبع الى لو ديده خيلد كوباد وحا وي وا بختي او وحول حارانه هيلب كو لا هدي لا غورعو برسل نوقان اي هدي دنتان با بختي وي نافكا بختي قام هيلب كيسو بنا هرغيس وا وا بختي وي وا ميت وا نجسه وحن جاز ما انظر اقول يقول حوض ورهل كل حوض ما وحلو باي ما مد اللباد وفعل عاجم وفعل مجوس وفعل مشركين قال إن شبنا ربي ديدين هاي ورسولك ديدين هاي قالوا عكاشو إيا نجاس وضشو يا الذين تيدي تاسي وافانتي مد اللباد مد الصدح هذا كنت توحوي ولادها قبا ولادها قبا حيوان كستؤن في لبكس حاران هاي هرقيس يسانتس هدين لما قديو مطاهر نقونا يسو ايا درش الحديث او حيدهين دباغ الأديم طهوره ذكاة الأديم دباغه هو طهور ما هو الحل ميتة عفوا معها أيما إهاب دبغ فقد طهر أحاديثة وحي خصيصة حولها عدكو دي عانه لحفظه دمير هدوب بختيو وصانتا كبحيسو أما أدقو رعضو سانتي سوري ذو النجاس بيده هاد سوال بأمك دي كيميكال جلي ورشد جلي بفتكر لك أضي كوتا الله لباحية شبال سوق أبدا حديث كان عديد محاجرة هادي هرقو ذا لما قدين كارو أمك دين كوتا هير نقونو يو نبو حوليه لها هرقها دقاقة هي إذن كون مقدنين أمدي بنين ها ها استعمالي اسكم مقدية مر هذا إسكن مجدية لدهن قبل جذوب وقرب نجاسة دي بنتي مجدنا وحي خصيصة حولها هذي بكذا الله عنه أو زعي رجل كذا يكون أفتح لكن هو في رد يرو يهضع إنه أنا الراعي الكريم يا شعب دغاد ورد بك يجده أمي كان تورو ما هينا رنا دوس نسكر رفاضني شعب دغاد وحولي أي حولي لقى طبعا يهرجهاس شبيلك في المرودي يا شباب كهرجيزي يا أما كان هنتبه ضم بمحلقة سمين هيا نينك كتب عيون بان ويدينا واجو وقارسنا هيا ما أوجا هوش أنا يا حاران تي إنك لي هدو أوجا ويحصل إن جاسوي وطوبت كينا هيا مركو طوبت كينا أو يحرن كرنا قدو حوله طبعا يحرن بالين ناكن سوريج ما قوي لباتن ملي divide by two تو ملي الله إسكالي تو ملي أنا أنا اللي كينا يا فحكوا هذا مساجد اللي جينا يا يدناها جود المسلمين تلقوا قبانا يا أنت واقف تاني
juhdiga badnaa iyo dadaalka badnaa uu sameeyey iyo xoolaha asagaa tabcay wuu ka shaqeeyey wuu waday dadaalkiisii badnaa ma cidla ka soo qaadi mayno. Ra'yi shaw islaam intaymaan marayna. Waxaan leenahay xoolihii laba isleeg baa laga dhigi, hal waa xooggaadi iyo dhididkaadi iyo shaqadeed qabatay, halna waa xaaraanti toobadkeenaga xaggagii. Waa hadduu uu ogaa weeye. Hadduusan ogeyn wixii hadda ka dambe islaali baan leenahay, waxaad waa ku xalaal eh, sikadana kala bax, ka sadaqayso, ka xaji, waxaadradan baan iska ilaali. Hadduu ogaa ra'yiga kala qaybinta shaul islaam ee jamaaca ku tagay, ama jumhuurtu waxay leeyihiin nijaas way kulligeed waas dhaafinaysaa, hadda beer cusub iyo ceel cusub qodo, ilaahay u shaqo tag, xoolaha ku wareeji, danaha guud ee muslimiinta ceelasha loogu qodo, wadooyinka loogu sameeyo, danaha guud ha ku qabsadee. Xoolihii badnaa in muslimiinta ku shubi maxaan ka helayaa, hal ajri ka heli maysid, hadda naari ka badbaadow, hal ajri lagaaga qori maayo. Xoolo xaaraan ninka sadaqeeya oo balaayiina ajir kama helaayo, la socdo midda ayada. Waa ninkaadi ku weysaystay ka warrabo. Litirkaadi aad tiri weysaan ka dhiganaya. Bismillaahi raxmaan waad farxalatay, ma soconaysaa? Bal inaad ku gaalooda laga yaabaa. Sida u gaaloobi. Bishinkaad quursatay. waa kuwa hadda Muqdisho jooga iyo Soomaaliya iyo Galmudug iyo jigjiga fadhiya iyo ilaa Hargeysa daadsan ee Soomaalida ee baarlamaan baanahay kitaab qoran ay ku dhaaranaya, taasi ku gaaloobayaa. Kitaabka qur-aanka ay ku dhaarteen bay ku gaaloobayaan. Wax kale intaan la gaarin, miyaad fahantay waxaan ka wado? Waxba idiin sheegi maayo, in badan baad intaas soo taagaysay. باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديدا أو نعلا أو نحوه إن وحكى أنت اللي قاري كتابك القرآن كي كل عارتين بيكون قالوا بين مركل أنا شرح الدونا هذا كورنا وان صور شرحي وان سكوت ده اللي كوري هوس بوحيد يكون شيء إنها تسوي تاجيسة يا قال يا هاي أنا رامبا هذا المسلم هاي إن كتابك القرآن كي كل عارتين بيكون قالوا بين إن عبد الله عزم عيوري niman soomaaliyeed baa waxa ingiriiska waa wuxuu yidhi niman ninkan ilaahay caayin in rasuulka caayin ama aan aflagaa doonin shaqo lama siin jirin milxun oo shaydaan oo korneyl ahaa la keenay gobollada waqooyi oo ingiriis ahaa markaasuu muslimiinta meesha deganaa baabi'iyey oo dulmiyey nin walba ninkuu ka shaqo dhaqan xun yahay buu shaqada siin jiray marka wuxuu yidhi marka ninka aan waxaa samaynin oon diinta wax ka sheegin waxba shaqo la siin maayo niman wadaada waxay yidhaahdeen intaad khamro soo cabtaan idinkoo sarqaansan hee wixii laidinku codsada yeela nin sarqaansan daa tiraahda nabiga caay nacallaa ku taal ilaahay caay nacallaa ku taal kitaabka caay nacallaa ku taal buu leeyahay waa nin sarqaansan hadde maogta ina cabdilxasan baa loo sheegay oo nugaal jooga waran baa la yidhi ninka khamro caba waa gaal buu yidhi limaada muxuu cabay inuu alla ku caayo rasuulka ku caayo diinta ku caayo fahm baa laydinka indhaha kala qaado dhagaha fura diinka ilaahay bay ka tageen oo kitaabka rabbiga bay ku tunteen oo sharciyin la dabaqay diideen oo islaamka bay la dagaalamayaan oo wax walba wanaagay idiin diideen markaas waxay ugu dhaarnayaan xumahaasi kufriga inay ixtiraamaan oy fulinayaan oy dacad u yihiin oy had iyo habeen u soo jeedeen waxay ugu dhaarnayaan kitaabka ilaahay dhaarta kitaabka ku gaalo wax kale iska badaayay xanafiya maxay yidhaahdeen ninka islaam ka zinaysan haya bismillaahi yidhaahda markuu baalka la soo baxo faqad ka fara miyaad fahanteen islaam baad ka zinaysanaysaa ilaahay naga ilaaliya baashe haweenay xalaala bismillaahi loo yidhaahdaay maydabdara bismillaahi loo dhahaa qur-aanki markuu la soo baxo bismillaahi yidhaah ka faray dheheen limaada waa qursi bisinki magac ilaahay buu qursanayaa war kitaabka ilaahay bay quursanayaan oo ku ciyaarayaan ilaahay waxaan ugu dhaaranaynaa dastuurka inaan ilaalino daacad u noqono dastuur muxuu yahay inaad soonkaiga jebisaan baa rabtaan soomaa waxaa indhaha u soo taagaysaa xilligaas ku kaaya keera baabu maa yaquulu idaa labisa thawban jadiidan aw naclan muxuu yidhi saaxiibkay maxaa tidhi afanaysata waayahaad ina siyaad barriyaa lugooyi wadaadaa lugooyi
نعامي وهاي وانا اصو انتي سبدا وانا اسكد وانا هاي هدي رق علماء في عنه لان وحباء وهقاقي لها كوا توق او خائمين او دين تخائمي او دان استيالا اللقيني او فحانتا يكوض لها شعيدو ويفعانتا وط كواي هانتي وذاك وفعانيا وط مركو ثلثي وخمس اي جن جلادان اسع بيني مشاركنا كقادان اي او كوي ونكوا نهضا كوا دارين هاي وصبر ديا كوي وي وحكلوا يزدوريان مجر دين تنيا لغو عيارين باب ما يقول إذا لبس ثوبا جديد وحورا لا روح مسلم كهضوم مرع صبح له أو نعلا جديدا كبع صبح له أو نحوه أما وحكى له وحده وحلا مذا كبئيه مرع الله مذا بعد حراتي كوفيت بعد حراتي عصب قال عصب بعد هالشيء أباك وقصه كرني موبايل عصب بعد هالشيء تلفون استوى الله قاطعي وحي عصب ودن بلوتش هذا وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا مرع عصمرك النبي هلو إذا استجد مكو عصموني ستبعنا مرع عصمه هلو الوجه ده مرع عصمرك هلو النبي سماه حكومة عابد جري باسم مقع عيسو مقع عابد جري محولي جري إمامة وعمامة أو قميص وشارت أم وشلك أو رداء قو بوعرن جري يقول حرنج المركة ثم يقول رواية صوبين ثم يقول مركز حرنج ري اللهم لك الحمد الله أدام ما هذا إسكاله ما هذا ذيك وآتي أنت أذيك كسوتني هو أرد بحشي هذا إهوية على الحقيقة نبقى هان إلهي باكسي بن آدم كان خوك يعني يقضى شدنا وواسطوي جميع الوسائل ووسائط إلهي باك سوقاضي إلهي باك عنت ذقلي إلهي باك كرنسي وحان أرد المركة وحاول لكن أسألك ومن الله أسألك وحانك ويدسنا إلهي يو خير وخير كيس غير سمحك ماذا عورا إن لقوا أستره ضنت اللي يبسل وكوقة بتقالين كوحكوقة تلفون قد ضنت هذا كوقة بشته خير كيس أنك ويدست وخير ما صنع له يوحي اللو سمي خير كيس شيء والبا دن وناكسن با الله قلت لك انت بدان ضنتي إن كوقة بشته كوقة بشته وحمك الأذن ك كديفين واعوذ بك الله وحان كان ما انغلي من شرهم مرضا يا شيئا شركي سان كان ما انغلي شركي سوا معي كبر سلوينن سمعات لغا فانفان ان موجس ان ان ما هذين وشر ما صنع له يوح له سمي شركي سو ان لو كبروا ان لو حد غدبو ان دينك كو ضافي الا كان ما انغلي انو ان دنتو كو قبسدو دبنا ان كان ما ان ان كان نبت قالو رواه ابو داود والترمذي وقال حديث حسن سداس النبي قرن جري مركه ودقنك هل حفظ الدعاء وسيده لو دعايستو مركه النبي حتى كو اركد صحابه قار كو در عصب ويدين جري عمر مالع كو اركاي اسو قميص وتا ادو قرن حسن مركاس النبي قرن معص اجديد ام غسيل عمره معصب ياهي ما سو سو دقد و سو ناشناشت مركاس بلعيس قرن حسنات نبي الله وحده بل هو غسيل نبي الله وان سو دقيب معصب البس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا بقول النبي عليه الصلاه والسلام درع صبحه الى اذنك نول وناغسن ولا مهدي ولا تمين كن نولو انت نوشاي ما انك تاد غشنا شهاده الله كسي سيد عمر نقط انت نولا صحابي لما هذه عمر انت لما هذه مجرو لا ابو بكر ولا غيره وفي رصده تاريخ اخريه دي مسلمين تو حقبت كنت وفيري وعش حميدا بنبي يقول وعش حميدا اي محمودا فعل معنى مفعول مثل ما هذه النقو انت النوش هاي هذا يتيا لكوتي ما دنا شهيد درع صب نحرو مركز كورة الروح مسلمة مركز وقد دعيه يلبس جديدا وعش حميدا ومت شهيدا لكن من ربطه تضمبي مت شهيدا ما يا شيخو وير كذب الليدي باب استحباب الابتداء باليمين في اللباس وحو باب هاي إن لا تشعل يا مركز ذلك حرام يا سميد كانت كبير اللوضو هذا الباب باب كان سقى قد تقدم مقصوده أحاديث أجدده سعدين سوي صور مرين وذكرنا وانو الشيخ بقول ورئال حديث صحيحة فيه أحاديث صحيحة ده كصور تضبع حديث بصوش شيخي تضبع حديث بصوش شيخي باب كي أها وحي باب التكريم والكرامة مذيك هالقهر مريو وحي باب الأذى والإهانة بذيك هالقهر مريو باب كديرا الترجمة الصفحة لها تضبع حديث بكل شوق قوس كيني كفير تضبق إلى باتن إلى تضبق لباتن لحد الكاس حديث تاسع كسور مري عشر كوما أنت إنت سوق أجي هاي بشر رمضان الكاس تجنان دونا يدي الله يراهدو بشر رمضان كدم بيا
بينو سمعنا إن شاء الله تعالى شوال مكة لقى بحو شريه طبعا عشر بمانت إنو يهان في الهاية شريه طبعا عشر بإنو يهاي عشر كسديتني أفراد ما رمضان كبل لوني باب ذكر الموت وقصر الأمل ما أنتنا وحن تاقلنا هاي باب كسقاشني سديدات شيء طمان درسي يلا بقولي أفرت الحديث بين نسوء آخرنا لا بقولي أفرت الحديث مركة هل قصينو جوجا إن شاء الله تعالى كتاب كان لسوم راجع دبدا برا حلو بلا من دونه إمام كان ينوش شيء إن شاء الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم.